أهلا وسهلا بكم من جديد. شنو أحوال القطاع الرياضي في أزمة الكورونا؟ أيضا حقيقة استئناف النشاط الرياضي في تونس، وإن كان ذلك صحيح بأي شروط باش تكون. سعيدة جدا باستقبال وديع الجريب، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. عاش، بارك الله فيك وبارك الله فيكم على الاستضافة، باعتبار هذا أول بلاتو معناه اهتم بهالشأن منذ 16 مارس تقريبا. مرحبا بك وشكرا لك انت على تلبيه الدعوه. نشرع في النقاش توت سويت مع وديع الجريء، لكن قبل ذلك تقرير ثم نعود. شلل كل ضرب النشاط الرياضي في العالم بسبب جائحه كورونا. بطولات ومسابقات عالميه تدخل في سبات الى اجل غير مسمى، مع حديث عن خسائر ماديه قياسيه. الموسم الرياضي في تونس توقف بدوره منذ إعلان قرار الحجر الصحي العام. وزارة شؤون الشباب والرياضة والجامعات الرياضية تحركوا في هذا الظرف وأصدروا جملة من القرارات، من أبرزها دعوة اللاعبين والمدربين إلى التخفيض من أجورهم، مساعدة الأندية بمنح مالية مع تعليق كل الديون المتخلدة بذمتهم، إضافة إلى التمديد في عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي. مع عودة بعض الأندية الأوروبية لاستئناف النشاط تدريجياً تمهيداً لعودة المسابقات، دخلت الأطراف المعنية بالرياضة في تونس في اجتماعات ومشاورات متواصلة لتقييم الوضع وإيجاد سياق لاستكمال الموسم الرياضي. ماشيين نحو أنه باش نحاول بشوية بشوية بالتدرج نسترجع النشاط نتاعنا. فنحن ماحناش باش نشتغلوا حدنا، أكيد باش نستعينوا بالخبرات والتجارب الموجودة في العالم، ولكن نحن كذلك مطلوب منا أن نجتهدوا باش نمشيو في الاتجاه هذا، والامر لن يكون فقط متعلق كما قلت لك بكرة القدم، بل نحن سيكون عندنا برنامج حتى متعلق بالرياضات الفردية. آخر الاجتماعات كانت البارح بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة، وين اجتمع الوزير أحمد قعلول برؤساء الجمعيات الرياضية الجماعية، واتفقوا على العودة التدريجية للنشاط الرياضي بحسب السياسة اللي باش تقررها رئاسة الحكومة، مقترحين استئناف البطولات بعد عيد الفطر المبارك أو مع نهاية شهر أوت القادم، مع مراعاة الوضع الصحي العام في البلاد. ومن حسن الحظ انه الاربعه الجامعات لهم نفس التوجه، انه الناس كلها تحب ترجع بعد العيد اذا كان الظرف الصحي يسمح، مؤسسات الدوله المعنيه يسمحوا، مع الاقتياد والتقييد بكل الشروط الصحيه. اذا كان لا قدر الله مؤسسات الدوله المعنيه تقول من الى غايه 18 ماي مش ممكن ترجع تدريبات الجماعيه، وقتها باش يكون القرار النهائي انه اون ريبورتي معناها الرابطه الاولى الى موفى اوت. من جملة النقاط اللي تم الاتفاق عليها أيضا، تقرر تخصيص اجتماعات بين اللجان الطبية للجامعات الرياضية مع المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والإدارة العامة للرياضة لوضع بروتوكول صحي خاص بالأندية، ليكون مرجع نموذجي يقدم كمقترح لوزارة الصحة للعمل به مع استئناف النشاط. ومن بين المقترحات توفير كمامات خاصة باللاعبين والمدربين في الحصص التدريبية والمباريات وفقا للمعايير العالمية، السماح بالعودة التدريجية للتمارين من خلال مجموعات على ألا تتجاوز كل مجموعة 4 أو 5 أفراد، إضافة إلى التعقيم اليومي لكل الفضاءات الرياضية بعد كل تمرين أو مباراة، مع حضور محدود من الأشخاص في الملاعب والقاعات الرياضية لتخفيف الضغط والاكتظاظ. إذا ما نجربوا معنا الإجراءات اللي باش ناخذوها، في إجراءات إذا كان باش نمشيو إجراءات التعقيم، كيفاش الناس تتنقل، قداش نستحضر، إذا كان فما طاقة تلفزية ثم ولا لا، برشا تفاصيل. مقترحات أولية لتوفير كل الظروف الملائمة لعودة النشاط الرياضي، خاصة في ظل الرغبة الجماعية لاستكمال الموسم، لكن تبقى هذه المشاورات والمقترحات رهينة الوضع الصحي العام بالبلاد وقرارات مؤسسات الدولة. تقرير بإمضاء زميلنا عصام زيناوي، شكرا ليه. وليع الجري، خلينا نبدأ بالاجتماع البارح بالجديد مع وزير الرياضة، اتفقتم على عودة النشاط الرياضي تدريجيا ولكن بشروط أيضا. هوني خلينا نفهموا منك أكثر، يعني وقتاش باش تكون العودة هذه، ربما شنو هي الشروط اللي حكيتوا عليها، والأهم من هذا الكل بأي بروتوكول صحي؟ لا، هو الواقع ما اتفقناش باش نرجعوا الحقيقة، معناها فتاتر الناس فهمت بشكل مغلوط جدا. يعني احنا اليوم عندنا زوز مبادئ أساسية. المبدأ الأساسي الأول هو أولوية المطلقة اللي عندنا هي الوضع الصحي للأفراد وللمجموعة الوطنية. دونك أي حاجة تنجم ولو فرد جراء الرياضة أو كرة القدم احنا مش مستعدين نرجع. المبدأ الثاني إنه احنا ما عندناش قرار في المسألة هذه، احنا نستنوا في الجهات المعنية في الدولة، رئاسة الحكومة واللجنة اللي تشكلت لمجابهة الكورونا ووزارة الصحة بالأساس، اسكو تسمح لنا باش نرجع ولا في المقابل احنا مسؤولين على قطاع. دونك كيما الجي تي تي والمنظورين نتاعو، كيما اليوتيكا، كيما جماعه النزل، لازم نحضروا مشروع من بعد اقتراح، خاطر كي نقولوا اقتراح معناها كاننا نرغبوا في حاجه، نو مشروع باش كل الدوله
الروتور نتاعها انه الوضع العام يسمح بممارسه النشاط الرياضي في التدريبات او في المقابلات، ها هو مشروعنا وهي هي الروزنامه اللي ممكن نتبعوها. مهم جدا، يعني مشروع بامكانيه عوده، بامكانيه عوده الدراسه. شنو هي الخطوط العريضه للمشروع هذا؟ الخطوط العريضه اولا اسكو الوضع العام يسمح او لا. دونك احنا نستناو في الدوله تحدد اسكو الرياضه هذه وكره القدم بالاساس باعتبار مثل كره القدم توا داخله في هالدي كونفينمون سيبلي اللي حكى عليه السيد رئيس الحكومه واللي هو يبدو انه باش يكون على مراحل كل 15 يوم او 20 يوم باش يكون مرحله. اسكو الفوتبول داخل في هذه الكونفينمون سيبلي ولا وكان داخل وقتاش ينجم يدخل؟ لانه كره القدم ماهوش وظيفه عموميه، اليوم تسكر البيرو غدوه تخدم بيرو تولي تنتج، يلزمك على الاقل 3 أو 4 أسابيع قبلها تدرب. دونك اذا كانت الدوله تقول انه اليوم ممكن ترجعوا تلعبوا المباريات في اخر ماي دوبي جوان، دونك يلزمنا بشرطه نرجعوا في التدريبات دوبي مي، واذا كان هو الدوله تقول لك الى حد 18 ماي مش ممكن باش ثم تمارين، دونك وقتها ما عندنا حتى رغبه في انه نرجعوا بالمزروبين ولا حاجه، وقتها ما ثم حتى اشكال ونوخروا الرجوع الى 18 الى شهر اوت. دونك احنا شنو؟ ما عندناش اقتراح او رغبه في العوده السريعه، احنا نستناو في الدوله اشتغل، وكان قالت هي ثم الضمانات مش ثم حتى بشر ينجم يكون جراء هالممارسه يتسبب في عدوى للافراد ولا للمجموعه الوطنيه، نرجعوا بكل الشروط ببروتوكول سانيتير واضح يقع امضاءه من اطراف المعنيه، يعني رابطه كره القدم المحترفه او الجامعه أو وزاره شؤون الشباب والرياضه وزاره الصحه وشكون تكلفوا رئاسه الحكومه تنضبط به الناس الكل، واعطينا تصور في هالبروتوكول سانيتير لان احنا عندنا لجنه طبيه ومشاركين حتى في هياكل دوليه في لجان مماثله، اعطينا تصور في هالبروتوكول ايش ينجم يكون. هو مشروع بروتوكول، البروتوكول النهائي ما ينجم يكون كان بامضاء وزاره الصحه اللي هي ادرى وتعرف شنو الميدان. دونك بعد ما خممنا هكا السيد وزير شؤون الشباب والرياضه اجتمع بينا حب يشوف وجهه النظر بتاع الناس الكل، الناس الكل تقريبا يتقاسموا هالراي اللي كنت نقول فيه باش نربحوا الوقت ما يبداش ثم تكرار. واليوم بالذات اجتمعوا اللجان الطبيه نتاع الجامعات الرياضيه نتاع الجماعيه وتبنوا هالبروتوكول سانيتير اللي تحبوا تفاصيله تو نعطيها بعد شويه على اساس باش يقع رفع هالبروتوكول سانيتير مجدي او غير مجدي، الدوله تسمح باعاده النشاط ولا في غضون اسبوع. كان رئاسه الحكومه تعتبرنا داخلين في هاد ديكونفينمون سيبلي وممكن نرجعوا نتدربوا من في بدايه ماي باش نقولوا راهي العوده باش تكون بالشروط هذه وباش نمضيوا على هكرة الشروط، كان قالت مش ممكن ثم حتى اشكال نوخروا الاوت بتداعياته. واضح، نحكيوا على البروتوكول الصحي اذا ايش فيه؟ البروتوكول الصحي ديما كانت الدوله معناها تسمح برجوع النشاط، اولا التدريبات تكون بعدد قليل يعني تقريبا مسموح ب 45 لاعب فقط 45 فرد فقط يكونوا ما بين لاعبين واطار فني واداري وطبي داخل الملعب. في ليزونترينمون مثال نعملوا لي ماسك قبل ما نبداو ليزونترينمون نعملوا لي تيست باش نتاكدوا ان الناس اللي موجوده في التمارين ما في حتى واحد عنده اصابه. تقارير يوميه تجي من طبيب الفريق الى اللجنه الطبيه للجامعه يوميه على كل فرد يتدرب، ثم اذا كانت نقلوا للمباريات كيف كيف قبل المباريات بيومين او بثلاثه نعاودوا نعملوا تحاليل ثانيه للتاكد من انه في البريود هذيك الناس كل بقات سلامات، ثم خلال المباريات ما يقع السماح الا ل 35 فرد من كل فريق ما بين لاعبين واطارات فنيه واداريه وثمانيه بركه عندهم حق بخلاف الملاعبين يدخلوا البستير والتونيل، ولي راماسار دو بال يكونوا 6 بركه ما ثماش عن كونتاكت فيزيك يكونوا باللي ماسك. نطلبوا من الامنيين ان شاء الله وبارك الله فيهم اللي خدمونا برشا في حتى في بريود الثوره بعدها يكونوا بالحد الادنى المطلوب وهم يقدروا قداش الحد الادنى هذا وياخذوا اللي ماسك نتاعهم ومع الحد الاقصى اللي نجموا يمشوا فيه ومستعدين له انه الناس كلكم كونفيني، كل الفرق تكون كونفيني في اوتيل مع رقابه صحيه وبيولوجيه لصيقه في الاوتيل في البوس في الترا 40 او يوم ربما يظهر عباد برشا. ليكيب ناسيونال راهي تمشي كوب دافريك تعمل 50 يوم في الوتله تعمل بريود دو بريباراسيون بعد تعمل 30 يوم ولا 25 يوم ونعملوا تحاليل الكل. اذا كان البروتوكول هذا اجاز معناها بايجاز معناها فهمتني البروتوكول هذا يكون كافي او اذا كان وزاره الصحه عندها بعض الاضافات او الشروط اللي نجم الناس كل يلتزموا بها وتقدر الدولة انه نرجع مرحبا، اذا كانت تقول لا ما عندناش خلق وقتها نوخروا الاود، دونك ما ثم حتى رغبة في انه نزربوا ولا فيسع فيسع، لا ولكن احنا اليوم واجبنا راهو صحيح الدولة في المقام الاول، صحيح ثم شروط صحية لكن احنا واجبنا باش نخمموا في المنظورين نتاعنا باش نعملوا تصور نسهلوا بها على الدولة، كان كل واحد شد اي ثم كورونا خلي للدولة اي الدولة تنجم تقول لك ارجع.
لكن انت محظ باي تصور. بالضبط، نعرفوا اللي مازال عندنا بعض الجولات في عمر البطوله وايضا في ادوار مسابقه الكاس، بغض النظر على السيناريوهات اللي طرحتها واللي هي محتمله ومطروحه الان على طاوله النقاش، باش يكون عندنا متوج فينالمون بالبطوله والكاس في كل الحالات؟ لا، لسنه بيضاء. السيناريو بتاع السنه البيضاء، اللهم الوضع اصبح كارثي وتعدنا ل 30 نوفمبر، قعد كل شيء واقف لحد 30 نوفمبر، وقتها ثم اكثر من الكاد فورس ماجور هذه، وقتها هذه حاجه افتراضيه اللي نتعاملوا معها في ابانه، الى حد ان النجم كان مكملوا الشامبيونان بتاعنا ال 30 نوفمبر ما ثماش سنه بيضاء وما ثماش الاول ياخذ تيتر واللي دو ديرني يطيح. واضح، برهين تفضل. بعض الاستفسارات بالطبيعه لهنا، نحب نفهم الدكتور وديع الجري، استانستوا بالان راي الفيفا واتجاه جامعات كره القدم في العالم اللي باش تتعامل مع وضعيه الرجوع ما بعد الكورونا؟ تقريبا حسب اذا كان مش غلط، الجامعه الهولنديه يبدو الوحيده الان اللي بادرت بقصه الرجوع مقارنه بجامعات اخرى تقريبا في امريكا اللاتينيه لم تنقطع فيها حتى نشاط البطوله في زوز بلدان تقريبا. اما قصه الرجوع كما قلت انت بروتوكول خاص وفيه برشا تفاصيل، لكن الرجوع في نهايه الامر بوتيتر الناس ما تعرفوش، انت تعرفوا اكثر، هو تكلفه ايضا. الآن البقاء في حالة العطالة الكروية تكلفة فلوس، والرجوع أيضا تكلفة. كي تتحدث أنت على أنه الملاعبية والجمعيات تبقى في حالة حجر في الوتلة، تعرف أنت جمعيات فلوسها في الوضع الطبيعي في الوتلة مش خالصة، خلي باش تقيم في الوتلة ما همش كيب ناسيونال. هذه قصة التكلفة هذه، نسأل الدكتور وديع الجري والناس اللي تعرف وانت تعرف والتوانسة يزمهم يعرفوا أنه حتى راهو بلاعب الكرة شهرية وعائلة وكذا واحد، ووضعية المادية كاتاستروفيك يبدو، جمعية ماهيش قاعدة واحد باش تخلص في ملاعبيتها، ما عندهاش ملاعبيتها. خطتكم في الجانب هذايا فما خطة نتاع إنقاذ، خاطر في كل القطاعات بما في قطاع كرة قدم اندستري ولا الصناعة توا. شوف هو ساعة الإجابة الأولى بور اون فوا ولا بور كيلكو فوا ولا بور لارال فوا، أنه استبقنا تقريبا القرارات والبروتوكول اللي عملناهم الكل بعد أسبوع، خذتهم فرنسا، خذتهم ايطاليا، خذتهم اسبانيا، ما عدا المانيا كانت سباق يخدموا في البروتوكول هذا اللي مقدمينه معناها. ولكن المانيا تقريبا رجعت قبلنا الحق، وبداوا حتى يتدربوا عن طريق مجموعات، وتو دخلوا في في التمارين الجماعيه، واون برانسيب الى حد الان البرامجين يمكن 9 مايو يرجعوا للبطوله او يكلوا بيان سور، هذا كل اللي رجعنا بدون يكلوا. نجيك للوضع المادي توا، ديما نحب المشاهد ما يكونش سامحني سطحي شويه، يحب يرجع الكوره، لا قلنا راهو المقامات الاولى حكينا، اذا كان رجعنا، شوف اذا كان نوقف الكوره اليوم نضيعوا 60 مليار، وراك يقول 60 مليار ماهيش الجامعه، اكثر مستفيد من ايقاف النشاط هي الجامعه. لانه احنا الشامبيونان نصرفوا عليها ما ندخلوش منها فلوس. معناها نجيبوا فلوس التلفزه ونزيدوا عليهم ونعطوهم للانديه ثم نخلصوا الحكام. شنو هي 60 مليار باش تضيع سي وديع؟ شيفر دافير. الفلوس اللي تدور في الرابطه المحترفه والرابطات اللي هوات 200 مليار منها 175 في الرابطه المحترفه لو بيدجي. معناها 175 مليار كي تنحي لو تيير نتاع السيزون يا اخي، هذا علاقه المورد والنشاط ثم ان فافيان، ثم نشاط ثم مورد، يعني ثم مورد ثم خلاص، ما ثماش مورد ما ثماش خلاص الجوارات. ما نجمش نفهم من هذا سي وديع انه ثم ضغط الكبار معناها من الانديه نوع جمله زيرو الجمعيه، خاطر توا الناس في الشارع تحكي على دافع مادي مالي بحت. لا غلطين شوف هذاك عليه هو سي وديع جملته الاساسيه، راه مش نحن نحبوا نرجعوا، راه مش نحن خاطر فما ضغط كبير كانه جاي باش يفسر، راه مش انا نحب نرجع الكره. شوف ناكدك بكل صدق وتنجموا تتصلوا بهم رؤساء الجمعيات، ولا واحد ضاغط علينا ولا واحد عنده نفس، نتقاسموا كل نفس الراي. ثم تقريبا زوز انديه يرغبوا في اوت بطبيعتهم، والبقيه احنا اللي تقول الدوله مرحبا. ما ثم حتى ضغط مورس من اي طرف باش نبدا واضحين، وثم حتى واحد بريسيبيتي باش يرجع. ولكن هذا الواقع اليوم، كان الشامبيونات تاقف ثم 60 مليار باش يضيعوا. دونك اليوم تعرف عندنا 10000 اجير، 6000 اجر قار و4000 ديفاكاتير. اذا كان ما ثمش نشاط، ما ثمش سبونسور، ما ثمش عائدات تلفزه، ما ثمش عائدات من الجامعه، ما ثمش ما ثمش ما ثمش اي بار كونسيكونس باش يصير. ثم هذوما ال 10000 اجير اللي كل واحد منهم عملنا دراسه فيه ثلاثه خمسه افراد وراه، ثم 50000 من غير فلوس. بالضبط. العباد تاخذ فيه اللي ياخذ فيه 10 و20 20 هذوك مرة يمثلوا 2%. عندنا 2% عندهم دي ريزيرف. حتى ما ثماش كوره ست شهور ينجموا يعيشوا. 49000 راهو ما ثماش كوره شهر نتاع شهر، ما ثماش شهر هذا فلوس، الشهر اللي بعده ما عندوش، يصبر لك شهر شهرين. دونك ثم عبء اجتماعي جديد على الدوله، في 49000 ديزون في 40000 مواطن بيبدا من غير قوت، لازم نلقاو له حد. الحلول المادية
احنا رانا نعطوا راهو الفيدراسيون سي با ان اورغان دو فينانسمون ماهوش ماهوش نعملوا مشاريع نعملوا كلكي سيبفونسيون نعاونوا شويه مش احنا كيما لي جي تي تي دفع على منظوريها لكن مش هي اللي تعطي فلوس لمنظوريها كيما لوتيكا دفع على منظوريها مش هي اللي تعطي فلوس كيما جماعه النزل مش هي تفرق فلوس تتناقش مع هياكل الدوله المعنيه احنا زاد كيف كيف اذا كان اليوم باش نوقفوا النشاط ستة شهور هل جمعيات هذه يلزمها دعم مادي سينو راهو باش نلقاو بخلاف هذا 400,000 موطن شغل في السياحه باش نلقاو 50,000 من الرياضه تم عائلات تعيش من المجال الرياضي من المجال الرياضي معناها اجر احنا عاوننا وبدرنا باللي نقدروا كوا لانه كما قلت لك احنا ناخذوا عائدات البث التلفزي اللي هي مالوريزمون مش برشا ونزيدوا عليها مليار ونص ولا زوز من ميزانيه الجامعه ونفرقوهم على بقيه الانديه احنا بدينا بالوين ثم ان سامبل وزير لي جون وشوي الوزير وشوي ديفلوبمون وشوي فورماسيون كلنا حينا لانه احنا من مارس لجوان عندنا 6000 ماتش قاعدوا نحينا 5000 واش هذوكم حتى كي ما تصيرش كوره ما ثماش اجر برشا باش يجي او ما ثماش ضرر مادي ومعنوي كبير برشا وبعد رابطه الهوايات عملنا دي ميني شامبيونا وخلنا في سبتمبر تقريبا خلينا كل بروفيسيونال برك بور مينيميزي لو نومبر دو ماتش والعبء المادي في الـ في الـ في, الـ في الكونفينمون توتال قرينا له حسابه تقريبا يتكلف على كل جمعيه كونفينمون 40 يوم 150 مليون اكيد اذا كان عملناه مع العلم الجمعيه كانت تلعب دي ماتش اون الي روتور مره في بلادها مره تصرف 50 60 في 10 جورني دونك هل 150,000 دينار تقريبا ثم عبء اضافي 100,000 دينار اكيد باش نتعاونوا عليه وباش نعاونوا قداش باش نخلوا واحد استيماسيون قداش عدد الماتشوات المتوقع الماتشوات احنا مازال 10 جورني الكوب مش مشكل تلعب في 77 ماتش في المحترفه الاولى واكثر منها شويه في المحترفه الثانيه قول قايل علاش ما مشيتوش في مجموعات مصغره معناها مشينا سواء من الرابطه الاولى ولا من الرابطه الثانيه مشينا في الرابطات الجهويه مشينا في رابطات الهوايات واحد واثنين الرابطه الثانيه يبقى ديما المجال مفتوح الى ان التفكير هذا ينجم يكون اذا كان الدوله تحب نزيد ونقص من عدد المباريات ولكن الرابطه الاولى انطلقت بنظام عندها خاصيه دقيقه لانها مربوطه بهياكل دوليه ومربوطه بدي بارتيسيباسيون على شان انترناسيونال بدينا بشامبيونا ما نجمش تبدلها في الوسط لاماتور تنجم على ليميت ليغ 2 تنجم مي لا بارتيسيباسيون تاع الكلاب هذوما اللي عندهم الاول والثاني والثالث والرابع يلعب في بطولات اوروبيه في بطولات افريقيه انت اليوم بلجيكا وقت اللي عطات التيتر لصاحب مرتبه الاولى رفض الاتحاد الاوروبي قالوا لا هذيك تعمل هكاك راك عم جاي توريس كانك ما تلعبش يعني احنا راهو في المحترفه الاولى مربوطين شويه بهياكل دوليه ما عندناش برشا مساحه نتاع اجتهاد حكيتوا مع الفيفا في الفيفا تقول لك شان داخلي الكاف في لي بارتيسيباسيون خاصه في شامبيونز ليغ وسي ال وسي سي يقول لك اجتهد ولكن التوجه العام من الهيكل الدوليه نحاول نكملوا البطوله بالنظام اللي بدات به اذا تو فما حسب قريت انا المشروع نتاعكم معناها فما دو سيناريو اذا صح وانكم مشيتوا للسيناريو الثاني اللي هو انه المباريات تتلعب في شهر اوت شهر اوت معناها درجه حراره كبيره ياسر سي وديع يعني وفي بعض المناطق خاصه في الجنوب وحتى في الوسط الغربي السخانه توصل 45 وحتى 50 درجه يعني خممتوش على الاقل في المجهود معناها الكبير الخرافي اللي مش يبذلوه الملاعبيه لانه معناها الكونديسيون فيزيك معناها يعني ينجم ملاعب يشد معناها في 45 سخانه والا الماتشوات باش تلعب في الليل خممتوش زادة في الأمن اللي هو معناه محمول عليه مهام أخرى كبيرة معناه يكافح في الإرهاب الأمن العام ويزيد يأمن المباريات شوف هو أولا هو بطبيعتهم يرجعوا في أوت حتى إذا كان شامبيونا عادية ديما رجوع في شامبيونا يكون في الموسم الجديد في نصف أوت وبالتالي معناها عدم وجود الإنارة العمومية وعدم استجابة في بعض الأحيان الأطراف المسؤولين الأمنيين على أنه نلعبوا في الليل ما تتحملش مسؤولية الجامعة اليوم انت اليوم حبوا نلعبوا بالليل هاو ما غير جمهور ما عندكش حتى 4 ملاعب فيهم اذا غلطه شكون انا هذا بلديات والمؤسسات العموميه هم اللي يعملوا الاناره العموميه في الملاعب دونك مشكله الصيف في كل الحالات احنا ديما نلعبوا من موتي اوتو برا غادي في كل سيزون مشكله الامن هم بارك الله فيهم حتى احنا كان عندنا امتياز قبل بعد الثوره تقريبا تونس الوحيده اللي صارت فيها ثوره وما تقطعش النشاط وكملنا وبعد احنا اول مره رجع الجمهور قصت في مصر واحنا لا قصت في سوريا قصت في ليبيا سيدي سويت حتى كي رجعت مصر ما رجعتش بالجمهور واحنا رجعنا بالجمهور سي غراس ادو سي غراس الناس هذوما في الامن اللي امنوا احسن تامين ولكن المقابلات اللي باش تكون بكلو ديما الافكتيف نتاع الامن قليل دونك احنا بقدره ربي حتى النهار اللي باش نرجعوا وباش تسمح لنا الدوله باش نرجعوا اونكور اون فوا
ما عندناش باش نتقلوا عليهم برشا. جست سؤال باش نكمل فيما يتعلق بالملاعبيه الاجانب اللي موجودين هنا في تونس، معناها يعني ثماش إحاطة بهم، زالوا في تونس، روحوا لبلدانهم، ثماش عقود معناها وقفت معاهم؟ هو شوف احنا عملنا خليه داخل الجامعه لمتابعه سبيسيالمون اي بارتيكوليرمون الاجانب اللي في تونس. هي حركه هم اولادنا كل ملعبية، ولكن ديما الاجنبي احنا استنسنا انه حتى جارنا كي يبدا مش ولد بلاد يلقى حظوه اكثر في الحي. دونك قاعدين نتبعوا فيه تقريبا، لقينا اربع خمس اشكاليات حليناها، الباقي الجمعيات قايمه بالواجب. هذا فيما يخص الاجانب، لكن التوانسه الملاعبيه والمدربين اللي خارج تونس واللي كانوا عالقين، واحنا حتى كنا في رونديفو 9 تلقينا برشا مكالمات، مثلا السعوديه كلمونا من غادي يقولوا رانا عالقين وقاعدين غادي، كيفاش تصرف وتتعامل جامعه مع الوضع هذا؟ انا اتصلت بسيد وزير الخارجيه عديد المرات، واتصلت بسيد وزير شؤون الشباب والرياضه عديد المرات. الاشكال الاكبر موجود في السعوديه، والتشكيات الكبيرة من الناس الرياضيين في السعودية الحقيقة ما همش لاقين تجاوب مع السيد القنصل العام المساعد ولا الدبلوماسي الموجود غادي، اللي مش لاقين تجاوب كبير. ولليوم عندي تشكيات، وسامحني في الكلمة، يبدو عن لسانهم هم واحد فرض واحد سم، وهذا راهو خطير. دونك اليوم عندنا رياضيين هذوما اللي ما عندهمش عقود العام الجاي، اللي حتى إقاماتهم وفات، اللي ما عادش عندهم مورد رزق، اللي الجمعيه نتاعه تقول لها حتى عقد الكرام نتاعك انتهى، راهو لازمنا نعاملوهم على اساس مواطنين عاديين عالقين، ماهوش نراهم انه عباره على ناس لاباس عليها، لا الرياضي لاباس عليه والفوتبالور لاباس عليه، نو سي با فري. يعني الشكوك سي وديع توا بخصوص اداء القنصل العام تاعنا في انا ما نعرفوش حتى شكون. لا خاطر واحد سنه واحد فرد، معناها بالنسبه ليه يميز ما بين الملاعبيه اللي امورهم رفها غاديك موجودين. لا مش بالضروري، ما نعرفش تقصد واحد سنه واحد فرد. يبدو انه ثم ناس ساكنين حتى في نفس الدار، وثم ناس في نفس الجمعيات، واحد يروح واحد ما يروحش. برشا عددهم شنو المقياس؟ تو سي برهان وسي ناجي في نفس البلاتو، تجمعهم نفس الدار. انا كجهه ناقله او مش التمثال خاطئ، انا نختار، علاش نختار سي برهان ما نختارش سي ناجي؟ وقداش عددهم في نفس الوقت؟ دونك انا رجاء للسيد هذا انه يقرا حساب الامور نتاع الامور هذا، انا ما نوجه في اتهام من حد، ولكن هذا ما بلغني من الاخوه انه عندهم شويه صعوبات في التواصل مع السيد هذا وفي اختيار الناس. دونك رجاء انه الناس هذوما يقعد تعامل معاهم باحترام شديد وبالتساوي، حفاظا على حقوق كل التونسيين، ما يبداش ديسكريميناسيون نيجاتيف. احنا مش طالبين ان لي سبورتيف يعملوا لهم امتياز خاص، ولكن ما يبداش العكس بالضبط انه يكون هما كان في السعوديه بالاساس، ثم في لا ثم في بلايص الكل، ولكن الاعداد الاكبر في السعوديه. في السعوديه عندها تقريبا 800 سبورتيف. تونس 800 اي نعم. واحد من رؤساء الانديه بعث لي تو يسال فيك التحاليل، هل انها باش تتكفل بها الجامعه ولا باش تكفل بها الجمعيات؟ بالنسبه للنزول السياحيه خاصة الجمعيات اللي ماديا، معناها انت تعرف برشا جمعيات معناها اليوم الكاسة فارغة، باش تكفل بها؟ تنجم الجامعة تكفل باش نعاون بالإقامات؟ ما نجمش تكفل بكل شيء، أما باش نعمل أن سوتيان فينونسي. وبالنسبة للتحاليل، كان أي تحاليل تقوم بهم الدولة بطبيعتها مجانا مرحبا، إذا كانوا يكونوا معناها بيون، احنا مستعدين باش نساهموا وكنلزم حتى ناخذوا مونشارج. ويمكن هوني سؤال في دور الجامعه في معاضده هالجهود الوطنيه في ازمه الكورونا. الجامعه التونسيه لكره القدم يظهر لي كانت تبرعت ايضا لصندوق 18. احنا اشكلفنا من قبيل نسمع سي برهان، تعرف البريود هذه ما بين مونكا غاني وما بين دفعنا تقريبا 5 مليار. 3 مليارات وقع دفعهم ما بين مساعدات اجتماعية، وهذا مش زي ما نحبش حتى نذكر الشيفر قداش، لأنه محترم ولكن ما نحبش نذكر قداش، ما بين مساعدات للجمعيات وما بين الحكام نتاعنا والمنسقين العامين، وعندنا 2 مليار تقريبا. تعرف سي برهان نسال الجمعيات الجامعة 10 مليار. لي زيشيونس ما بين مارس وجويلة 2 مليار، قلنا ماهوش وقت باش نطالبوا بهم، أجلناهم إلى وقت لاحق. دونك الكنيوتة كاملة ثم 3 مليارات دفعوا وثم 2 مليار أجلنا استخلاصهم إلى وقت لاحق، وما زلنا مستعدين باش نعاونوا، أما بصفة معقولة. اليوم الجامعة سبع سنين التالي كانت تدخل في 12 بركة، اليوم عملنا مجهود وصلنا 52، مش معقول زاد اللي لمدناه كل نمشي نصرفوه ونقعدوا نتفرجوا عليه ونرجعوا على زيرو. ثم بعض تسمح لي برهان نجي تختم ومن بعد نحيل الكلمة لبرهان. بعض من أصدقائك معناها يقولوا راه وديع الجريدة ديما عنده وريقة معناها مخبيها، يعني صحيح فما دو سيناريوهات ناقشتوا فيها مع وزير الشباب والرياضة، لكن فما سيناريو منهم يبدو أنه متفق عليه مبدئيا، يعني متفق عليه أو يكلو بون ما قالتش عليه رئيس الجامعة تو، لكن
السيناريو هذا هو الأرجح. ثم ماذا بيه تجاوبني سي وديع على الحكاية اللي صارت مؤخرا، حكاية الدورة متاع الألعاب الإلكترونية و ومعناها تنظمت من قبل من طرف جامعة كرة القدم، ومعناها والحال أنا من اختصاص جامعة أخرى، والوزير اللي مشى معناها في حل مكتب الجامعي، وقصة ولد الوزير اللي طلع هو بيده معناها ملاعبي محترف. شوف الموضوع الأول ما عندي حتى ورقة، صدقني لحد اللحظة هذه لا نعرف شو موقف الدولة النهائي، وانا في حال حتى اتفاق ثنائي يعني انت والوزير على الاقل في لا الوزير صرح قال انا ارغب في رجعه تدريجيه، ولكن الموقف النهائي من الدوله الوزير هو بيدو، هنا سلطه القرار يكون باتفاق مع الاطراف الاخرى اللي بيدها القرار في الموضوع هذا. احنا الناس كل تو نستنوا في رئيس الحكومه، نستنوا في هاللجنه اللي تكونت، ونستنوا في وزاره الصحه. وبالمناسبه احنا بنشكر برشا كل الاطارات الطبيه وشبه الطبيه والعاملين بقطاع الصحه، لانهم هم اليوم الجيش الابيض نتاعنا والجيش الابيض نتاعنا. دونك كنا نستناو، كان قالوا ارجعوا رجعنا، كان قالوا لا نمشي والقوت، ولكن لازمنا نشوفوا شنو لازمنا نعاونوا الجمعيات باش نخفوا، لانه ستة شهور ما غير نشاط، ستة شهور ما غير موارد، شنو هي الكلفه الماديه وشكون يعوضها او شكون يخفف منها. جزء ثاني من سؤالك هي حول مساله الالعاب الالكترونيه، جاتنا فيها برشا اسئله. بارك الله فيك، لاني قاعد اي يقص الضوء في اي بلاصه يولي وديع الجزائر. ظهرك ظهرك بالمشاكل في السياسه المره هذه. سياسه زاده والله سياسه في الواحد والسياسه يدخل في الرياضه. هي هذه من بين الانقلاب في اللي جاتنا الالعاب الالكترونيه. انا شوف بالاتفاق مع الوزير. لا لا سي با فري اللي يقولوا فيه سي با فري، مش انت سي با. شوف احنا وقت اللي انقطع النشاط ونعرفه باش يقعد على الاقل شهر، انا اول زميل سني زميل طبيب سالني قلت له هذا ثم 45 جور باش تعمل في الكونفين، مازلنا في الاسبوع الاول نعرف ماهوش تاع، لانه ثم حتى قرارات نتصور الحكومه تحب تعملها وما تكون الشعبيه ما تعملهاش، لانه في وقت من الاوقات ثم راي عام عالمي ونسيت سويت راهو انك ارجع العب ولا ارجع اخدم ولا ماهوش ساهل باش تخرو وقت الناس كل تروماتيزي بسيكولوجيكمون، فهمتني؟ كنا نعرفوا 30 45 يوم مينيموم كونفينمون. قلنا نعملوا فكره لجوء الكترونيك الخاصه بنا اللي هي فيفا با، مش لجوء الكترونيك الكل. مع العلم حتى الجامعه هذه نتاع الجيمنج ما تنجم تنظم فيفا با، وما تنجم حتى جهه تنظم فيفا با كان باذن من الفيفا. قلنا احنا هالفيفا با اللي عملتها بي اس جي ما تكلم حد، اللي عملتها ريال مدريد اللي ما تكلم حد، واللي عملتها برشا جامعات اخرى ما تكمل كي احنا فكرنا تولي مشكل. دونك احنا حاجه برك فيفا با وشاورنا الفيفا اسكو هذه نعملوها احنا ولا نخلو جهات اخرى، كان قالوا لنا اعملوها انتم باش نعملوا فيفا با باعتبار فوتبول، واذا كانوا قالوا لا حتى الفيفا با من مشمولات ناس اخرين ما نجمش نمسوها. باقي الالعاب الالكترونيه اللي هي ما شاء الله عديده مع ان بها حتى دخل، ولا فكرنا باش نعملوها ولا نجموا نعملوها ولا نجم اصلا علاه ما نستقش فيها السيوديه مع الجامعه التونسيه للرياضه الالكترونيه. شنو هي الفيفا با هذه وتعطيها لهم وتلاصق معاهم وكذا، وهذيك اختصاص ومزيد دعمهم وتشجيعهم هما. انت ايش باش تضيف لك انت؟ لا انا انتوكا احنا فكرنا في انه نستشيروا فيفا، دونك كما فكرنا باش نستشيروا فيفا ربما احنا اوتونكو فوتبالور اللي فوتبال اللي فوتبالور نتاعنا نعطيوه نعملوا له انسيرتين انيماسيون. تعرف انت اليوم لاعبين الدوليين نتاعنا بتاتا راك تتبع في خاوي في خزر وفي غيره وفي يوسف ان سيدي سويت الكلهم قاعدين يلعبوا. بتاتا قطر ما عندهمش شامبيونات واحده، ما في فرنسا ملاعبيتنا احنا اللي نشطوا في فرنسا الكل قاعدين يلعبوا باسم جمعيتهم مارسي وسانت تيان وغيره وغيره. دونك قلنا علاش لا ما يكونوش حتى احنا هكاك. الاصل هو الفيفا للفوتبول. دونك الجامعه الالكترونيه وقت اللي احنا عملنا البلاغ كنا باش نعمل كان هو اتصل بالعكس. لاني نجم نقول لك انا مول المول في الجيمنج بتاع الفوتبول، انت كي ثريت ان الجامعه عامله تقول لي اش رايك انا نعملها مع بعض؟ انا قلت له هاي نعملوا مراسله للفيفا مع بعضنا ونقولوا راه نعملوا بارتناري. رسالته يحتاج يا اخي تحل هذاك تسال عليه السيد الوزير طبعا ما عندي به حتى علاقه. انا نحترم السيد والمجموعه اللي معاه اللي كانوا وما نعرفهمش خاطر ما جانيش الشرف باش نعرفهم، مش استنقاص يمكن ما نعرفهمش، ولكن نحترمهم كل. كان عندهم مشكله مع الوزاره هم احرار فيه، اما احنا راه ما عندنا هم لليوم ما عندناش رد من الفيفا. جاء ايجابي نظمناها، جاء سلبي ما نظمناش. واضح، شكرا لك سي برهان. كنت لا لا كنا هذا هو نفس السؤال ان فيت بسالوا ناجيه الزعيري حول الالعاب الالكترونيه. آخر ما نجم تنبيه وهذا راهي مش رغبه ومش طلب. اذا كان ننجحوا في انه ننظموا دي كومبيتيسيون باذن من الدوله ديما نقول راهي نجم يكون ان موديل باهي على ريشال انترناسيونال على الاقل افريكان ويراب، وتنجم تكون تونس وجهه سياحيه عن طريق الرياضه وان موديل نحكوا به ويسوق
تسويق ايجابي لتونس، مع العلم ما عندنا حتى رغبه باش نتسرعوا ولا باش نرجعوا. قبل ما تنهي مليك سامحني، مع وزير الرياضه حكيتوا في معنى عوده المواسم في الالعاب الاخرى ولا لا؟ ولا جوست في كره القدم فقط؟ يعني فماش حديث على عوده في معنى انشطه رياضيه اخرى؟ لا، اللي حضروا البارح لكاس جماعيه باسكت فولي هاندي فوتبول. اللي قاعدين نسمعوا فيه هو عوده كره القدم، معنى عوده خاطر ميدياتيزي برشا الفوتبول. احنا الاجتماع في 4 من الناس التركيز اكثر يمكن عليها مثلا باش ترجع ولا لا؟ السبور انديفيدويال حسب ما سمعت البارح انه باش يجتمع بهم في وقت اخر، لانه سبور انديفيدويال اسهل طبعا وسبور كولكتيف في مجموعه اكبر. دونك كلاش بدا الاجتماع بالسبور كولكتيف، وكان وخرنا اوت محضرين بلان، لانه العقود وكل باش تتاجل الى نهايه الموسم، العقود الجديده تنطلق كان بعد نهايه الموسم، فتره التنقلات تبدا كان في 1 اكتوبر، وحتى الموسم الرياضي باش يتاجل اخر اكتوبر بدايه نوفمبر. دونك هذا لي دي سيناريو بوسيبل واللي يقولون عليه مرحبا. شكرا لك دكتور وديع الجري. اما السؤال الاخر اللي بقى توا في الاذهان، تسمع في تقارير انه ماتش كوره في ايطاليا هو اللي كان منطلق الحكايات اللي حصلت في ايطاليا نتاع الانتشار السريع للفيروس. وديع الجري، لاموا عليك البعض التردد، مش انت بتات الناس حتى لامت على رواحها. في نهايه الامر وحسب الدراسات وحسب اتصالاتك وزاره الصحه، الماتشوات الاخرى اللي تلعبت بالجمهور في وقت اللي بدات التهديد بتاع الفيروس خسرتنا؟ لا، احنا من اللي بدا عملنا ويكلو. كيفاه؟ لا عملنا ويكلو اخر جورني عملنا من مصر. فما احنا ما نظموهمش، احنا ما نظموهمش احنا من اللي بدا ماتشوات الكوب ظهرت من اول ما خرج السيد رئيس الحكومه مباشره رجعنا في الويكلو. يقبلها وقتها ما زماش ديكا في تونس ثم، والماتشوات اللي تلعبوا في الشان الافريكان ما كانش تعليمات خاصه من رئيس الحكومه ولا من رئيس الجمهوريه. فكر توا على حاجه عندها ثلاث شهور تاني، وقتها ما ثماش ديكا في تونس. ما تنجمش قولي والله ثم بتاتر ان كافي مصر فك علينا خلينا ما نعملوش. دونك واحنا كما قلنا هذا راه مش احنا نقرروه، حتى وقت مش احنا نقرروه، حتى الويكلو مش احنا. دونك الدوله وقت ترى مناسب، لان هي مش عقوبه رياضيه، احنا وقتاش نقرروا الويكلو في العقوبات الرياضيه؟ هذه مش عقوبه رياضيه، هذا دواعي صحيه. شكرا لك دكتور وديع الجري رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم على حضورك معنا على تلبيه الدعوه. نرجعوا للشان الاجتماعي الاقتصادي، ونرجعوا للدراسه اللي قام بها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي حول الفئات الهشه في زمن الكورونا فيروس. هذا هو باش يكون موضوع النقاش مع كل من ضيوفي بعد شويه. ماهر حنين باحث في علم الاجتماع وعضو المنتدى، وايضا حاتم المليكي رئيس الكتله الوطنيه وخبير في التنميه الحكومة المحلية، نستقبلهم بعد هذا التقرير. ضعفت أزمة فيروس كورونا من معاناة الفئات الهشة في تونس في ظل فقدٍ العديد منهم لمهنهم اللي عادة ما تكون بأجرة يومية ودون تغطية اجتماعية. الفئات هذه خصهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدراسة تحت عنوان سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا، الخوف، الهشاشة والانتظارات. دراسة تسلط الضوء على واقع الفئات المهمشة من عمال حظائر وأصحاب الإعاقة والمعطلين عن العمل والعاملات الفلاحيات، واللي يزداد وضعهم صعوبة مع اقتراب شهر رمضان، خاصة أنه بعضهم مهدد بالتشرد في ظل ضغط أصحاب محلات الكراء على دفع أجرة إقامتهم. ينضف إلى ذلك الخوف النفسي من الإصابة في ظل انعدام المدخرات الكافية لمواجهة الفيروس. الدراسة كشفت أيضاً معاناة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، سواء منهم المقيمين في تونس أو غير النظاميين اللي دخلوا عالم الشغل الهش في قطاعات المقاهي والمطاعم والحراسة والبناء والفلاحة الموسمية والإعانة المنزلية، ويلقوا رواحهم اليوم دون شغل أو مأوى فضلاً عن وضعيتهم اللاقانونية. سكان الأرياف المعزولة من النقاط اللي ركزت عليها الدراسة أيضاً، واللي يعاني عدد كبير منهم من ضعف التزود بالمواد الأساسية وخاصة مادتي السميد والفارينة، إلى جانب انقطاع المياه اللي يصفها الأطباء بالسلاح الأول للوقاية، فضلاً عن عدم تمكن عائلة المناطق هذه من الحصول على المساعدات الاجتماعية واضطرارها إلى التنقل إلى المعتمديات أملاً في صرفها. وتشير آخر الأرقام المحينة إلى وجود أكثر من 320 ألف تونسي يعيشون تحت خط الفقر المدقع، والعاجزين عن توفير حاجياتهم الأساسية الغذائية من سكن ولباس. سعيدة جدا باستقبال حاتم ليكي رئيس الكتلة الوطنية وخبير في التنمية والحوكمة المحلية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
مرحبا، ويسعدني ايضا استقبال مهر حنين البحث في علم الاجتماع والناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافه. نبدا بالدراسه هذه تحت عنوان سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا، الخوف، الهشاشه والانتظارات. مهر حنين، شكون مجتمع الهامش، مجتمع الهشاشه كما سميته في الدراسه هذه، وكيفاش قاعد يعيش ويتعايش مع زمن الكورونا فيروس؟ شكرا اولا للاستضافه وتسليط الضوء على هذه الدراسه. مجتمع الهشاشه ومجتمع الهامش نعرفوه من قبل، معناها كنا نشوفه في محطات عديده وجوده، في اي حادثه اليمه متاع انقلاب شاحنه للنساء الريفيات، في اي مركب يغرق في سواحل ايطاليا، في اي كارثه متاع موت رضع، كنا نراو المجتمع هذايا ونفيق به وننتبه اللي هو موجود. لكن بسرعه القوس هذا يغلق لاعتبارات عديده، فيها السياسي، فيها الاعلامي، فيها الاقتصادي، فيها سير الحياه اليوميه يخلي المشاكل هذه تظهر لمده معينه ثم تنتفي ولا تنسحب. لكن مع ازمه الكورونا مجتمع الهشاشه ولا حاضر بقوه لاعتبارين: اولا لانه اصبح يشكل موضع اهتمام اعلامي وسياسي مركزي خلال اهتمامات الحكومة أو سعي الحكومة للاهتمام به إلى آخره، وثانيا باعتبار أن هذا المجتمع كغيره من المجتمعات بيولوجيا يمكن أن يفترض أن يكون حامل للفيروس، يعني يتنقل ويتحرك في الفضاء العمومي المفتوح. عندما كان مجتمع الهشاشة معزول وبإمكاننا عزله في مكان ما كنا ننساه، لكن عندما أصبح الفضاء العمومي يتسع لنا جميعا فيتحرك معنا هذا المجتمع، فأصبح الآن بضرورة أن ننتبه إليه وننتبه لوجوده. المنتدى على مدى السنوات الماضية الكل في تقاريره وفي بياناته وفي نشاطاته بين وجود هذا المجتمع: عمال الحظائر، المعطلين عن العمل، العاملات في الحقل الفلاحي، العائلات المعوزة، ذوي الحاجيات الخصوصية، كل هذه الفئات التحق بهم الآن فئة أساسية هامة داخل النسيج الاقتصادي التونسي، المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء تشتغل معنا وتعيش معنا وتسكن معنا في الأحياء وتخدم في المقاهي، وبرشة معينات منزليات في المنازل متاع العديد الإطارات أو الكوادر التونسية. هذا المجتمع الآن أصبح حاضرا بقوة، وفي المنتدى في هذا عملنا وهذا واجبنا في الواقع، حاولنا باش نسلط الضوء على هذا المجتمع. أول العينة كيفاش خذيتوها؟ هي عينة في الواقع، هو المنهجية العمل هي منهجية صعبة لأنه تمت الإنجاز الدراسة في ظروف غير عادية بمقاييس منهج علم الاجتماع. هي هو استجواب لعشرين مستجوب أو معناها شهادة تمت بالهاتف، فيها ثمانية رجال، ثمانية نساء و12 رجل وشاب، وقع اختيار من فئات عديدة، من تقريبا كل فئة زوج ثلاثة ممثلين لهذه الفئات، وقع الحديث معهم على ثلاثة محاور أساسية: تأثير هذا المنعطف على نفسيتهم، على حياتهم، على حياتهم اليومية، كيف عاشوا هذا الانقلاب في حياتهم اليومية، في تزودهم، في الماء، في النظافة، في تلقيط الرزق إلى آخره. ثم السؤال الثالث والأخير كان متعلق بالانتظارات أو المستقبل المنظور أو المستقبل المعيد بالنسبة لهم، ماذا ينتظرون من المجتمع وماذا ينتظرون من الدولة. راجعين للأسئلة هذه ونشوفوا إيش كانت إجابتهم، لكن خلينا نبدأ معك بالأرقام اللي وردت في الدراسة هذه. حاتم المليكي: 700 ألف عاطل عن العمل، 285 ألف عائلة معوزة، و70 ألف عامل حظيرة، 122 ألف عائلة ذات دخل محدود، 950 ألف متقاعد جرايات، 40% منهم أقل من الأجر الأدنى. انت ونخاطب حاتم المليكي الخبير في التنمية والحوكمة المحلية، ويا ما حكينا قبل حتى انخراطك في قلب تونس على المسائل هذه، كيفاش تعلق على الأرقام هذه، خاصة أنه الأرقام هذه تفاقمت في وضع الوباء وفي وضع الأزمة هذه اللي عايشينها. هو أنا ديما شكر كبير للمنتدى، خاطر أنا نتابع في الدراسات بتاع المنتدى اللي يقوم به، وهو من المؤسسات التونسية القليلة اللي تعطينا الوجه الأظلم اللي ما نشوفوش، وجه الأظلم اللي يتعلق بفئات كبيرة ياسر من المجتمع التونسي، سواء بالناس اللي تخدم من غير كونترات، وسواء بالنسبة للمرأة الريفية، سواء بالنسبة للهجرة، وكان فيما برشا دراسات على الهجرة موجودة. احنا في تونس انا ديما مشكلتي ما نفهمهاش علاش ما نحبوش نعترفوا بالواقع، علاش ما نحبوش نعترفوا اللي عندنا في حدود زوز ملايين شخص يعيشوا وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، معناها بالمقاييس الدولية في حدود خط الفقر،
وعندنا 5-6 مليون اخرين انا نضيفهم راه نعتبرهم زاد نعتبرهم في وضعيه هشاشه اقتصاديه واجتماعيه. كل شخص عنده مؤسسه اقتصاديه ما يدخلش للمنظومه البنكيه ما عندوش تمويل ما عندوش فيزيبيليتي على برشي قاعد حدوب ودوب روحه كان صور عاش كما صورش ما عاش في وضعيه هشاشه. احنا حتى المؤسسات الاقتصاديه نتاعنا 400,000 اللي عندهم عايشين في الفورفي وعنده بتين ده وغالبا يخدم وحده هو هذا موجود في وضعيه نتاع هشاشه خاطر المنظومه الاقتصاديه اللي عندنا نحن والبنكيه والماليه ما تخولكش انت كشخص انك تشري دار وتعمل قرض وتدخل المنظومه دي. انا بالنسبه لي نقول فما زوز ملايين واضحين ما نحبوش نستعرفوا بهم تم صعوبه في معالجه الموضوع هذا ولكن شكون ما يحبش تقول ما نحبوش نستعرفوا بهم اليوم الدولة التونسية من بين العيوب نتاعها أولا ما تعرفهمش. كي نجوا نلوجوا بالضبط يقول لك هاو بدينا نسمعوا فيه تو في الحكومة يقول لك راني ما نعرفهمش، فما 600,000 ما نعرفهمش، مانيش عارفهم هذوما واش موجودين، كي نجي نعمل الركوبمون ندخل على السي ان اس اس، ندخل على الباتين ديت، ندخل على الناس اللي كي بوبولاسيون اكتيف، هكا كيفاش تحسب هي الحكاية؟ قداش عندك من مواطن تونسي فات 18 سنة باش تعرف أنت العباد هذوما سون اكتيف. تدخل على المنظومه نتاع السي ان اس اس تمشي للسي ان ار بي اس تمشي للباتيندات تعمل لي ريكوبمون نتاعك تلقى قرابه عندك مليون تونسي ما تعرفهمش موجودين في الاحياء موجودين عايشين في الليل عايشين بالدروغ عايشين بالزطله عايشين بالعنف عايشين بالاغتصاب عايشين بالحياه الكل عايشين بالحرقه هما هذوما ناس الدوله التونسيه عمرها ما حبت توصل لهم لا حطت لهم الاليات باش توصل لا اعترفت بهم كمواطنين واللي هما السبب الحقيقي في الوضعيه الصعبه اللي احنا عايشين اليوم اجبرنا باش نشوفوهم في المرآة العباد هذوما لانه علاش وانا قلت المره اللي فاتت قلت علاش السلوغان تاع شد دارك ما مشاش في تونس انا دار انت تحكي على دارك شد دارك انت عندك دار انا ما عنديش دار باش نشد انت خايف مني انا خلينا نعديك انت اليوم اعترفت بيا على خاطر خايف من العدوى نتاعي ماكش اعترفت بيا كمنظومه نتاع دوله باش تحيط بمواطنين تعرفها داري كيفاش موجوده تنجم تسكن عباد تاع كونفينمون نجم توصل لي انت العبد هذا اليوم اذا كان باش نقوم بعمل اول حاجه مصالحه الدوله التونسيه هي مصالحه مع الفئات الاجتماعيه التي انكرت الدوله اوفيسيلمون وجوده شو معناها انكرت وجوده معناها فما عباد ما عندهاش بطاقه تعريف مش موجوده في الفيشي نتاع حتى حد مش موجودين مسيبين دون ناتور مواطنين تونس كيفنا كيف مش بتعرفوا بهم اول خطوه نطالبوا بها الحكومه التونسيه انها تعاود تعترف بهم الناس هذوما. استاذ ماهر حنين الناس هذوما وصلتهم الاجراءات الحكوميه المعلنه عنها ديما نحكيو على الظرف هذايا ظرف الكورونا وصلتهم محميين بما فيه الكفايه الدوله وصلت لهم في اعماق الجمهوريه كما من المنتظر وكما قاعده واصله في المدن الكبرى. شوف الصعوبات الوصول اللي كل شفناها معناتها هذه الظاهر هذه نتاع الهليكوبتر توزع الطيارات توزع المال معناتها نتاع فريدمان معناتها في كل الازمات الاجتماعيه الهليكوبتر تطلع تولي تحط المال بطريقه معينه صعوبات الوصول الناس كل تعرفها المانديت والبوسطه الى اخره. الدراسه ما حاولتش تركز فقط على صعوبه الاجراءات وصلت ولا ما وصلتش بطبيعه الحال فما صعوبات كبيره تاع التزود في التفاصيل موجوده في الدراسه. حاولت تسمع الناس هذوما يعني حاول تسمع خطابهم معنا ما حاولش تعمل معهم باعتبارهم أرقام باعتبارهم نسب مئوية وباعتبارهم 3% 4% 5% أمراض اجتماعية كما يقول سي حاتم لكن مش فقط هذا راهو في الحياة الشعبية فما طاقات خلاقة كبيرة متاع شباب عنده دكتوراه وعنده إمكانيات كبيرة وعنده طاقات إبداعية ونجم يكون غدوة دكتور وقاضي ومحامي ورياضي ناجح ولاعب كرة قدم ناجح إلى آخره وصحافي ناجح إلى آخره وقاعدين عايشين داخل الحياة نتاعهم ولا داخل الأرياف نتاعهم محرومين الناس هذوما كيف يتكلموا على رواحهم الان الدراسه خرجتهم من عالم اللامرئيه لعالم المرئيه خاطر في السوسيولوجيا وقت تعمل دراسه كميه فقط تحصي الارقام والاحصائيات الرقم يغطي كل رقم تخليه على ظاهره معينه تقتل الظاهره تولي بكماء ظاهره ما عادش تتكلم كي تعطيها الصوت باش تتكلم تولي تتكلم عن نفسها ومش كيما تتكلم الانسان عن نفسه كيما تتكلم انا عليه ولا اي شخص عليه دوك كي تخرج انت الضحيه من صوره الضحيه لصوره الاكتور وتسمع وش يقول عن نفسه تخرج من اعماقه المعاناه الخوف كيفاش عايش الخوف هو هذه حاجه معناها الهشاشه كيفاش عايشها ثم كيفاش تصور هو الوضع الحالي ثم كيفاش تصور علاقته بجاره وبالمجتمع وبالوباء وبالحكومه. الدراسه بينت بالفعل اولا الساعه الناس هذوما عندهم وعي كامل نقولوا نسبي يا سيدي مش كامل بالضروره وعي نسبي بان فقرهم ولا خصاصتهم مش متعلق بهم مش مسؤوليتهم هما مش لانهم هما كسالى ولا هما مرضى ولا هما يصبحوا راقدين ولا هما مش اذكياء لا السياسات العموميه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله التونسيه خلينا نقولوا سيدي من بدايه الثمانينات منذ منعرج الثمانينات خلتهم لبرا يعني فما سياسات كامله كانت تقبل قائمه على ادماج المجتمع التحتي عبر التعليم والصحه والتشغيل والجامعه الى والحمايه الاجتماعيه والشبكه الاجتماعيه نتاع الحمايه خرجتهم لبرا الناس هذوما عندهم وعي للسياسات العموميه هي اللي ظلمتهم اثنين الناس هذوما منذ 10 سنين بعد الثوره كان عندهم امل كبير وانخرطوا في العمل العلني
نقولوا من 2008 خرجوا في الاحتجاج والاعتصام ونصب الخيمات والعرايض والحركات وعبروا عن نفسهم حتى من خلال الراب وحتى من خلال الجروب دولترا اللي كانوا يغنيوا في الملاعب الرياضيه بشعارات ولا معناها باهزيج فيها كثير من الحديث عن الفقر وعن العنف البوليسي الى اخره. دوك الناس هذوما ولا عندهم تعبيرات اكثر من هذا. الناس هذوما نتبعوهم في المنتدى عندنا مده ولقينا عندهم التطور حاد تدريجيا بالحق الدستوري. بربي وقت اللي يجيك ناس في الهويديه ياخذوا فصل الدستور اسمه الحق في الماء وينظموا اعتصام ويدخلوا اهالي القريه الكل في الاعتصام والعين نتاع الماء ملوثه باعتبار فما مقطع نتاع حجر يستغل في الحجر في الجبل ويلوث عين الماء. 40 عائله يعيشوا في الهويديه ويعملوا اعتصام سلمي ويطلبوا قابله الوالي ويطلبوا الماء باش يتحلل والناس تشارك في الحركه هذه. دونك هذه بؤره من البؤر الايجابيه بطبيعه الحال اللي تعطيك امكانيه النضال السلمي والمدني من اجل الحق الاجتماعي. 30 فصل في الدستور التونسي يتحث على الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، كتبناهم حتى مشكل، ما عملنا حتى مظاهره عليهم، عملنا مظاهرات على فصل الدين عن الدوله، على الفصل الاول، على مساواه بين المراه والرجل، عملنا مظاهرات على البرجيبيه وارث البرجيبيه الى اخره، لكن ما عملنا حتى تحرك اجتماعي حاد حول الخلاف الوحيد صار حق الاضراب، لكن بعد وقع ادراجه. الناس هذوما عندهم قناعه اللي هما جزء من الثوره وجزء من الانتقال الديمقراطي وجزء من استحقاق الانتقال الديمقراطي. هالتطور اللي قاعد حاصل الان في حجمهم الكمي في وعيهم المدني والسياسي في قدرتهم على التعب خلتهم يتحولوا تدريجيا من ضحايا الى فاعلين. هالفاعليه نتاعهم الان الدراسه بينتها، هذاك علاش الدراسه فيها جزئين، فيها دراسه شهاداتهم هما واش قالوا على انفسهم واش قالوا على طاقاتهم من مين الاشياء اللي مثلا شهادات حيه ولا قاعدة في تعتبرها مثلا نتحدث على خلينا نسميها لاني نحب نشجعها اي بيان سور حميده متخرجة من مدرسة الصحة بمعدمية جليان بالقصري منذ 2008 خدمت سنتين متطوعة في 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 مستشفى سبيبة وقت اللي فما الجريب هاش انا متطوعة وبانقطعت على العمل باعتبارها ما قاعش انتدابها. الان في القرية نتاعها ملتزمة بالحجر الصحي تدعو شباب الحي انهم يلتزموا بالحجر الصحي متعاونة مع السلطات الجهوية والسلطات الأمنية والإدارية في احترام الحجر الصحي معتنية بعائلتها إلى آخره. تقول اللي هي لو كان وزارة الصحة يتعيط لها الآن باش تتطوع كممرضة في مستشفى القصرين تتطوع. هالطاقة هذه الموجودة عند حميدة ولا الطاقة الموجودة عند منصف الهويدي يقول لك احنا في الهويدية في تبرقة لاباس علينا احنا قرية فلاحية يعطي ربي خيره نخبيو المؤونة نتاعنا والإمكانيات نتاعنا ونجمو نعيشو والعائلات نتاعنا بعيد على بعضها وفما تضامن كبير أسري. يقول لك احنا نحبوا نقعدوا هنا، يقول لك انا كي نجي لتونس نفد نتخنق بينما في القريه نتاعي الماء نتاعي وحياتي العاديه الى اخره وعايش نوع من الشاعريه برا الرومانسيه. كي تاخذ انت هذه من خلال شاب ولا من خلال شابه ولا تاخذها من خلال عامله في قطاع النسيج تقول لك انا خدمت في النسيج 40 عام. بعد 40 عام تعرف النسيج هذيك المراه خرجت من النسيج ما عادش يخدمها حد اخر. باعتبار تولي معرضه للمرض الى اخره، دوك ما عادش ينتدبها مشغل اخر، ويطردها عرفها باعتبار سكر المعمل لانه بعد 10 سنين يسكر المعمل باش يدخل في معمل جديد وفرانشيز جديده نتاع الجبال الى اخره، ويخلي المعمل يقولوا بربيعوه ويلقاو فيه 4 ماكينات مكسرين، ما يلقاو فيه حتى شيء. هذه حركه اجتماعيه ما تعودناش عليها سابقا باعتبار تعودنا بالسبعينات والستينات على الحركه النقابيه، الحركه الطلابيه، الحركه الحقوقيه خلط عليها شويه في اخر السبعينات، الحركه الثقافيه السينمائيه والحركه الثقافيه الادبيه، حركات اجتماعيه جديده يعرفها العالم الكل وتعرفها الساحه السياسيه التونسيه والساحه المدنيه التونسيه. مناطق عديده ان نعتبرهم ديزيلو ديسبوار، نعتبرهم ارخبيل من الخلايا الحيه في المجتمع قاعدين ضاغطين على المجتمع وضاغطين على الدولة من أجل أن الاستحقاق الاجتماعي يولي جزء من استحقاق الانتقال الديمقراطي. بطبيعة الكلام والمهم اللي كان يحكي فيه أستاذ ماهر، الدراسة محطوطة ظهر لي مرتبطة بقصة الكورونا، وقصة الكورونا أعتقد أنه الباراديغم بتاع المنتدى تحطه حتى هو على محك الاختبار. هو منتدى وماهوش نقابة متاع الهامش، بالتالي باش يتعامل مع الرفلكس السياسي المباشر، الخير حيث يوجد الهامش والشر حيث مارسته الدولة من الثمانينات، وكأنه تبسيط للقصة ما يطرحش في الأخر أفق. تعرف اليوم حتى على المستوى الفكر السياسي، حتى على المستوى السوسيولوجيا، حتى على مستوى الفلسفة، الكورونا استدرجت أسئلة أخرى تو. هو يقول لك مثلا في مباحث طريفة بتاتر حتى الكورونا مارست فرس طبقي سكيل باري. حتى قماشها الاحمر اللي جاي من الصين الشيوعيه
يبدو بتاتر ان هنا وانت تعرف اكثر مني السيد ماهر حتى دراسات فوكو على المشفى ودراسات فوكو على علاقه الهامش بالمشفى وعلاقه المريض وملف المريض. انا متشوق برشا باش نعرف ملفات المرضى الذين اصابوا بالكورونا في تونس. يبدو الهامش ما نعرفش شنو هي القصه انقذته الطبيعه. يعني حتى المعطيات اللي موجوده عندنا اكثريه المصابين يبدو حتى كي تشوف الكونسنتراسيون نتاعهم في الفضاء الحضري كانوا يتوقع ان تكون في الـ في الـ في الفضاءات نتاع الهامش التقليديه. حي التضامن مثلا حتى الحاله اصيبت في المنزل الخامس ونقلتها من ضحيه سكرة. وحي التضامن اكبر حي في افريقيا وبيناتنا لم يقع فيه التزام حجر صحي كما العباد تحكي ولا قصه هذه حكايات الدوله كما قال يعني حاتم توا. انا دار قلت لهم برا 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 شدوها غاديكا. يبدو انها فرزت اول ما اعلنوا اعلنت على اللاك منطقه موبوءه اعلن على المرسى منطقه موبوءه الى اخره. لكن الوباء الحقيقي اعتقد سيد ماهر تتوقعوه هو ما بعد الكورونا الوباء الذي سيصيب الهامش من ناحية الصفوف الجديدة اللي بشي تلحق بها في البطالة وفي في 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 الميزيريا وفي الواحد هو بشي يجي بعد ان بعد شحذر له المنتدى ان بعد لا يدرى المنتدى باش يشد في الباراديغم الكلاسيكي به ينبغي ان يتم ادماجه. الدولة كانت في يا بري شنية اليوم ما فماش مقاربة تخرج على الكلاسيكي يعني يتفرق حتى طرحك عن طرح حتى حاتم وقت اللي كان في قلب تونس تحكيوا في نفس المنطقة وقت اللي حتى احزاب سياسية نحت لكم الخطاب راه معناها هنا اللي يدرى المنتدى نعرف فيه كفاءات كبيرة الصبغة الاجتماعية بالتأكيد اللي يدرى ما حانش الوقت ما نعرفش يفركس على خيال إبداعي آخر في الباراديغم اللي طارحه لمجتمع الهامش اللي قاعد يتوسع بالكدا. انت حتى الاحزاب السياسية سرقت لكم حكاياتكم تحكي الفقر ويا دولة برا ادمج الفقراء يا بري شنو باش كيفاش اي تفضل تفضل جايتك حاتم جايتك شكرا شكرا على الـ على الـ على السؤال. اولا فما تمييز ما بين امكانيه اصابه سكان الهوامش بالوباء عفانا وعافاهم الله الكل بيولوجيا وما بين الثقل نتاع الاجراءات عليهم اقتصاديا واجتماعيا بزوج مستويات. دونك دراسه اهتمت اولا بالخوف صحيا وبيولوجيا كناس مرضى وربما ما عندهمش مستشفيات ما عندهمش صحه بعاد على المستشفيات ما عندهمش امكانيه نظافه ووقايه. ثم الثقل النفسي والاقتصادي والاجتماعي على فقدان مورد الرزق ولا عدم وجود المؤونه الى اخره ولا غلاء الاسعار ولا ارتباط الفساد والاحتكار الى اخره ولا عزله الارياف خلت الناس في حاله هلع حقيقي. والهلع كيبدا مربوط باليقيني واللي رعب كيبدا واحد يستنى في ريزولتا نتاع باك ولا يستنى في حاجه باهيه ولا خايبه يعرف اللي جايه بعد غدوه كيبدا يستنى في المجهول يولي حاله نتاع رعب. لكن فما فرق اساسي ما بين دراسه كيف تعامل خلينا نقولوا سيدي المجتمع المدمج مجتمع الطبقات الوسطى الى اخره. السوسيولوجيا انا ما عندي حتى حكم معياري لكن ما فماش دراسه انا مريتش وان شاء الله نلقى دراسه كيفاش تعامل هذا المجتمع المدمج اللي مدمج بالاجر وبالسكن وبالارتقاء الاجتماعي ومدمج في نقابات ومنظمات ومهيكل الى اخره. ربما دراسة هذا المجتمع قد تعطينا حقيقة أن سوسيولوجيا نفسيا هذا المجتمع ما فيش شر مطلق راه مش بالضرورة هذا شر وهذا خير. سوسيولوجيا بإمكاننا ندرس حتى المجتمعات بين ظفرين البرجوازية أو العلا إذا قبلوا باش ندرسوهم ولا باش نشوفوا سوسيولوجيا كيفاش عايشين حياتهم. فما يظهر لي حتى واحد اليوم في تونس عنده جيت بريفي ومشى للكاريب باش يعدي الكونفينمون. كنا عايشين في الظروف هذه. فما زوز نقاط عامة واحدة عامة نظرية عامة والأخرى متعلقة بالدراسة ومتعلقة بالفرق ما بين تعاطي المسألة. احنا في المنتدى بصفة عامة ولا أنا شخصيا ما عادش نعتبر المسألة الاجتماعية متعلقة كما قبل بسجل الفقر كما موجودة اللي هي ورثة نتاع سجل الدار الذكية قبل الناس مسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية كما يقول سي عبد الغادر الزغل ولا حتى قبل الكرني هذاك نسجلوهم ونشوف حتى قبل ونعطيهم مساعدات. المسألة الاجتماعية تغيرت المسألة الاجتماعية اليوم حتى فلسفة الشؤون الاجتماعية في تقريري تغيرت. وزارة الشؤون الاجتماعية حقها تولي وزارة العمل الاجتماعي وتكافؤ الفرص يعني تولي فيها فلسفة كاملة. كيبدأ عندك 5000 معطل على العمل وكيبدأ عندك نساء ينتجوا في القطاع الفلاحي ويخلصوا 11 دينار وكيبدأ عندك نساء في القطاع النسيجي يطردوا من العمل وعندهم مرض إلى آخره لازم تلقى حلول. كفير أنا جيتك دوك الدراسة ما عادش كان طلعت عليها ولا في الجزء الثاني الأخير نتاعها فيها محاولة لطرح أسئلة نظرية من المحلي إلى العالمي ونعتبر أن المسألة هذه مسألة ستطرح على تونس وعلى بقية مجتمعات العالم تطرح على تونس ومغاربيا مش فقط بتونس يظهر لي حتى مغاربيا عندنا إمكانية في هذه ظهر اليوم أنه علاقتنا بالاتحاد الأوروبي واندماجنا في شراكة الاتحاد الأوروبي خسرنا فيها. دليل عليه أنه أوروبا نفسها وقت اللي في الأزمة هذه ما قالش تضامن مع روحها الساعة في هي في بعضها تفركت عديد القطاعات الاقتصادية تهريت الفرانشيز اللي نجيبوا فيها متاع أشياء حقنا نجوها هنا مواد الاستهلاك العديدة حقنا استغنينا عليها
واقتصادنا انهار بسبب الإغراق هذا التجاري والإغراق المالي والإغراق الاجتماعي والإغراق اللي يمس الحياة الاجتماعية. الجانب الثاني الأساسي بالنسبة لنا يتعلق بكيفية الدخول في تفاوض عمومي يدمج الناس هذوما من خلال تنظيماتهم، من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال الباحثين الاجتماعيين. تعرف اللي في الجامعة التونسية من بول سيباك من الخمسينات لليوم دراسة الأحياء الشعبية وباب السويقة والحلفاوين وشبيكة في كلها دراسات عندها رصيد حقيقي في المسألة الاجتماعية. الدولة الآن في كل العالم أصبحت على محك. ترامب خذ قرارات اشتراكية، تي ماكرون كي تكلم تقول ميتيران. دوك اليوم ما عادش فما دولة راهو تجم تقول اللي أنا هزيت يدي من الاقتصاد وفما اليد الخفية نتاع الاقتصاد وأنا ما عنديش يد يسار، يد اليسار نتاعي ما تخدمش، لا عندي سبيطارات لا عندي تعليم لا عندي نقل لا عندي حتى شيء، عندي كان يد يمين، واليد اليمين نتاعي راه كان يستعملها يا إما للضرب ولا للقمع. نجي زعير سؤالك لحاتم مليكي تفضل. أنا باش نتوجه لسي حاتم مليكي الخبير في المجال الاجتماعي، ونعرف اللي عندك برشا أفكار في المجال هذا، وكنت وراء برشا مقترحات وبرشا أفكار اللي اتقالت وطرحت سياسيا. باش نتحدث على الفقر والفقراء في تونس، الفقراء اللي مثلا في المعهد الوطني للإحصاء يعرفوا الفقراء على أنهم أرقام حسابات وزارة الشؤون الاجتماعية تعرفهم في السجلات اللي الغالب للأسف معناها نقولها بكل مرارة طلعت سجلات غير محينة، حتى أنه معناها ثم معلمين ومحامين اليوم معناها في الوقت اللي عطاو بعثوا المساعدات المنح جاتهم جاهم ديز اس ام اس برا امشي خذ المنحة نتاعك محامية. والصناديق الاجتماعية تعرف الفقراء من خلال السجلات نتاعها نتاع الناس اللي ياخذوا جرايات ومعناها واللي والمنخرطين من فئة خاصة. حتى معيار الفقر وأيضا الفقر المدقع، الناس اللي منتمين اليوم 2020 حاتم الناس اليوم لليوم ما نعرفوش شكون الفقير، من هم الفقراء، من هم الناس اللي في الفقر اللي تحت الفقر المدقع اللي تحت عتبة الفقر. اليوم ثم حديث على أنه الدولة رجعت كدولة راعية لفقرائها، وثم شكون يقول لا هو ظرف استثنائي كما كان يحكي ماهر، ما يش عودة للدولة، الدولة الاشتراكية، الدولة المهينة، الدولة الأم الراعية، لا هي ظرفية خاصة وستعود الدولة إلى ليبراليتها. أنا مفهوم الهشاشة يعجبني أكثر من الفقر. علاش؟ على خاطر رو في وسط الهشاشة تنجم تلقى عباد عندهم فلوس، رو تنجم تلقى عباد، وهذا الموجود عندنا في تونس أنه في برشا في العديد من المناطق التونسية ثم عباد يعيشوا وضعية هشاشة ولكن يصوروا في فلوس، والدولة امبليسيت ما تقول لك هذوك ملابس عليهم ديمقراطيه وقاعدين يخدموا ارواحهم وعندهم فلوس، شوف كراه بايد دي ماكس ويجعوها وعندهم كذا، ولكن هما عايشين في وضعيه نتاع هشاشه خاطر ما ثماش اعتراف قانوني وضمني بالمداخيل اللي عندهم هما الفلوس يجيبوا فيها. وبريتو هو شو يقول لك انا في الوضعيه اللي عايش فيها مش ندبر في راسي، مش نموت بالشر، تضرب عائلتي بالشر. زاد هذوك مفهوم الهشاشه انا ساعات يعجبني اكثر خاطر ستون بريكاليتي نتاع مؤسسه نتاع فرد، حتى شخص عنده فلوس ينجم يكون موجود في وضعيه نتاع هشاشه غير معترف به. الدولة علاش عندها مشكلة؟ خاطر همزة الوصل بينها وبين العباد هذوما مفقود. شكون هي همزة الوصل؟ هي الصوت المحلي. أنت باش توصل لهم العباد هذوما، خاطر لابريزون شارج نتاعهم في الدول الآخرين عند شكون تصير؟ ما تصيرش عند الدولة المركزية، مش عند وزارة الشؤون الاجتماعية. دور وزارة الشؤون الاجتماعية باش ترسم السياسات العامة، باش تتفاوض مع المعتمديات الولايات والبلديات. هذا ماهوش موجود وتنرجع له الموضوع هذا. المسألة الثانية الكارتوغرافية تاع الفقر نتاعنا في تونس ضعيفة ياسر. ما نحطيناش الفقر في الولايات ونشوفوه بالضبط وينه موجود، خاطر عندنا شنو اللي عندنا جروسو مودو في تونس؟ عندنا ما يقارب على 1,200,000 يعيشوا في البيري اوربا، ناس موجودين على قريب المنطقه الحضريه، هذيك طفت عليهم الدوله الضوء وقت اللي بناوا هما الديار نتاعهم، ولكن عايشين في منظومه اللي لا توفر فيها الدوله الخدمات الصحيه والخدمات البيئيه والخدمات نتاع لوناس نتاع الماء نتاع الضوء، سيتي انديل نسكت عليك ونخليك، كيما انت بيع في كاردو باك عندك كاميونه في الشارع برا بيع على روحك ما نكلمكش، كيما نعرفك تجيب في سلعه من برا ونخطف عليك الضوء. الديل هذاك اللي استعملته الدولة التونسية اليوم يلزم ينتهي. باش ينتهي؟ إدماج القطاع الموازي يلزم يدخل.
باش تحب تدخل وانت للسيركوي يلزمك تراجع على المنظومه الجبائيه نتاعك. كلفه الدخول للنظام الرسمي في تونس غاليه ياسر بالامبوزيسيون اللي موجوده. يقول لك انا كي نحسبها باش نعطي 40% من المداخيل نتاعي للدوله مقابل شنو؟ نعطيك 10% من المداخيل نتاعي وندخل معك في النظام الحقيقي، ندخل معك في النظام الرسمي موجود كمؤسسات. ثم المساله الاخرى اللي هي الادماج الاجتماعي. الادماج الاجتماعي الخطوه الاوليه نتاعو سي لي بلان دوربانيزاسيون. في عبيت عايشه في في مناطق علاش ما نجمش تعمل الحجر الصحي؟ ثم بلايص اللي ما تنجمش لا تتطابق مع المواصفات الدنيا مش موجوده. يلزمك تمشي في الاوربانيزاسيون. احنا عندنا لا روي نتاع التجديد والتهذيب العمراني، عندنا مشروع نتاع 231 حي شعبي تخدم فيهم من عام 2015، وين وصلنا فيهم؟ نكملوه البروجي هذاك. بورقيبه وقت اللي حصل دورها نحى برنامج لوكيل واعطى نتيجه باهيه، عمل ريفوليسيون عند المجتمع التونسي اللي موجود. المساله الثالثه اللي هي خلقان فرص العمل، لازمنا نفكروا بجديه في اعاده النظر في قوانين العمل تاعنا في تونس. ثم اشكال هنا نحبك تجاوبني عليه. اللي هو شكون الفقير اليوم التوانسه كي تدخل لهم بلا الفقير شكون يعني المعيار معيار تحديد هذا فقير ولا هذا مش فقير؟ خلينا من قصه الدخل تاع 3 دولار 2 دولارات وهذاك هو بيدو في حد ذاته معيار قديم يحتاج الى تحيين. حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه اليوم يبدو لي ما عندهاش معناها ما انا ما شفتش ندخل للسيت نتاعهم تاع مركز البحوث الاجتماعيه اللي هو معناها مهبط الريدو ما فما شيء. انا علاش نقول لك مفهوم الهشاشه يعجبني خير؟ خاطر في وسط العباد هذوك نتاع الهشاشه ينجم يكون هو معلم وعنده شهريته ويخدم فيلم عنده شهريته، لكن من الناس اللي يعانيوا يوميا كي يخرج الصباح يلبس طاشيه باش يتعدى في الزيكوات اللي موجوده غاديك، باش يوصل للكار اللي موجوده عنده معاناه كبيره عايشها، عايش في حومه ما فيهاش احترام للجيران نتاعهم، عايش وضعيه اجتماعيه هشه، عنده اكسيل الدخل ولكن ما عندوش اكسيل المرافق الصحيه، ما عندوش المرافق الاساسيه، وضعه الاجتماعي موجود هش، ثم عباد غير معترف بهم اصلا لا عنده فلوس ولا عنده وضعيه. يلزمنا نفكروا انه نعطيو المينيموم، المينيموم فما التزامات نتاع الدوله فيما يحيث التهيئه العمرانيه، فيما يخص مراجعه النظام الجبائي، فيما يخص انك تعمل الرولي، يلزمنا نفكروا نعطوها للمعتمد، نعطوها للشؤون الاجتماعيه، نعطوها للبلديه، يلزمنا نعطوا الواحد الرولي باش هو يحل الاشكاليات الاجتماعيه، مش يعطينا المعطيات، مش استفيده، احنا عمرنا كامل نخدموا بالاستفيده. اعطيني نخدم فيك نخلص فيك انت معتمد ونخلص فيك في مجلس بلدي، مش باش تعمل لي استفيده تقول لي راهو عندنا سته وتحركوا وعملوا اي لا اعطيني انت اش عملت؟ نعطيك موارد ماليه باش نجم تخدم بهم. فما امكانيه كي نحطوا الكارتوغرافي نتاع الفقر في تونس باش نعرفوا الوضعيه وين الكونسنتراسيون نتاعو، وين هي المشاريع ذات الاولويه، وين هي التهيئه العمرانيه، نعملوا مدن جديده، نحيوا المدن اللي عندنا، نصرفوا على المدن الموجودين فيهم الفقراء باش نعاودوا نهيئوهم ترابيا ونعاودوا نعملوا لهم الامينجمون نتاعهم، شنو هي التدخلات السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه في المناطق اللي فيها فقر؟ علاش انا اللي مقلقني سي لو ديني دو لا رياليتي. إن ماناش معترفين إنه عندنا 3-4 ملايين مواطن تونسي يعيش وضعية نتاع هشاشة كبيرة من واجب الدولة تدخل. ونعطيك حاجة أخرى، مصلحة الناس الكل. يا أخي أنت شركة ولا مؤسسة تبيع في الحليب، كنت تبيع في 2 ملايين باكو في النهار، تبيع 3 ملايين باكو في النهار، كنت تبيع في الكوش مليون، مش تبيع في 2 ملايين. سي دي كونسوماتور، علاش المنطق نتاع الفرصة هو منطق الكونسوماتور ومنطق البرودكتور. أنت قاعد تعيق في روحك بروحك. شبابك مطيش قاعد في الجهات هذوك، المستهلكين نتاعك ما مطيش، المؤسسات نجم تبعثها ما مطيشين، قاعد سيتا مونكا غني كبير برشا. واحنا نحكيو على التدخلات ونحكيو على المساعدات، خلينا نذكروا في الندوه الصحفيه ابرز ما قالوا المعطيات اللي وردت على لسان وزير الشؤون الاجتماعيه محمد الحبيب كشاو، ونبداو بمساله الحديث على اعتماد اليه الموبايل بايمنت عن طريق فتح حساب افتراضي لدى البريد او البنوك. أعطينا البرمجة متاعنا للدفعة الثانية من الإعادة الاجتماعية اللي بدينا فيه من نهار 17 أفريل، معناتها الدفعة الثانية سبقنا، معناتها سبقنا علاش؟ ثلاثة حاجات. أول حاجة باش نبعدوا على لونكومبرومون، معناتها نجم نسبقوه هو قبل بعد كي يجي الآخر. اثنين باش معناتها عندنا رمضان داخل، غدو رمضان ان شاء الله مبروك على الشعب التونسي كامل. ثلاثه باش نفضيوا الحاجات اللي احنا قاعدين نهزوا فيهم للديجيتال بالسيف، معناتها خلطنا فيهم الديجيتال كان بشكل انفس اللي هما الكارني الاصفر، فما نحبوش تعاود لنا نفس التجربه اللي تمت قبل، اللي هي اول حاجه التجربه كانت ناجحه وممتازه وقت تعدينا للرقم نتاعهم وتعدينا للتقاطعات. توا نحكي على التوزيع،
التوزيع هذا اللي حكيت فيه سيادتك انت هو الموبايل بايمنت، هذايا خلطنا له بمجهود فريق خدم عليه من وزاره الماليه، البنك المركزي، البنوك، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره تكنولوجيا الاتصال، وبعض المتطوعين والكفاءات التونسيه رجال ونساء من برا ومن الخارج. ريتمها كان 464,000 اللي اليوم كرني الاصفر، نحبوا نعطيهم توا ال 200 دينار الدفعه الثانيه، نحبوا نعطيوها لهم ان شاء الله باذن الله في الاسبوع الاول نتاع ماي. قلنا ما نعطيوها لهم الا ما نكونوا ديجا خلطنا للمساله هذه. يكري لو كونت نتاعو كونت فيرتوال، يدخل على الرقم نتاعو نعطيوه بعد ان شاء الله نهار 27 افريل نبداو في الكومونيكاسيون خاصه بالمجموعه هذه. وزير الشؤون الاجتماعية كان أوضح أنه تم أيضا إيقاف 30,000 حوالة بريدية كانت باش تمشي لغير مستحقها. بعد هيك 500,000 اللي بعثنا لهم اس ام اس باش نقول لهم راهو تمشي وتاخذوا ال 200 دينار وقفنا 30,000 حوالة، 30,000 موندا كانوا ستوبي على خاطر اكتشفنا بالتقاطعات انه باش تمشي العباد ما يستحقوهاش. اللي زرف باش تمشي ولا مشات 30,000 كان باش تمشي، وقفنا مكتوب ايقاف 30,000 حواله. تصور اوكي انت اسمه ايقاف، ما عادش معناتها ايقاف تمشيتش داكور باهي. مي وقت اللي خلط في الاخر بكل خلط 470,000 اللي خلاو لي موندا نتاعهم على صرف منح إضافية خاصة بشهر رمضان المعظم. 260,000 عائلة باش نسبقناهم الأولين خاطر الباز نتاعهم واضحة وعندهم لي كارت نتاعهم تتسبق لهم في الكوارت نتاعهم. أعطيناهم 180 دينار نتاعهم تاع شهر أفريل وزدنا معاهم 60 دينار اللي هي كمساعدة استثنائية زادة كيف كيف وسميناها بمناسبة شهر رمضان. هل العملية هذه تمت نهار ابتداء من نهار 17 أفريل سبدير معناتها توا هنا ديجا ليكيدي بور 260,000 فامي. نتعدوا اللي بعده نفس الشيء في قرار خذاه السيد رئيس الحكومة بعد ما في الإجراءات المصاحبة الجديدة الثانية الدفعة الثانية اكتشفنا حاجة معناتها احنا بعد ما قمنا بالعملية هذه لقينا أنه ثم عندنا فئة اللي هي احنا قلنا موجوده في الرادار اما لكن دخلها ضعيف اليوم المتقاعدين. مع تلقينا ثم عندنا حوالي 140,000 عائله ولا منتفع نسميهم عنده جرايه اقل من 180 دينار تساوي ولا تقل 180 دينار معناتها بريس كيف وكيف العائله المعوزه. فقلنا نعطيه قمنا باجراء استثنائي للوان شوت عملناها المرة هذه هي 100 دينار وصرفت بالطريقة هذه عندنا مع إضافة 260,000 عائلة اللي هما خذاوا المنحة نتاع 180 دينار وزدناهم 60 دينار نزيدوهم 140,000 عائلة بريس تلقى روحك عندك 400,000 عائلة اللي دخل يشبه بعضه وزدناها من الوحدة. هذوما توا باش نبداو من نهار 4 ماي نبداو توصلهم الاعانات نتاعهم الجديده اللي هما 200 دينار زاد كيف كيف. معناتها مادام باش نزيدوا شهر باش اون فا انجكتي دو لارجون 200 دينار بالنسبه للعائلات المتكفله باطفال دون سند ونفس الشيء بالنسبه للعائلات المتكفله بالمسن في ولا نفس الشيء بالنسبه للحاملي الاعاقه. هذوما للخصوصيات نتاعهم نفس القاعدة اللي اعتمدناها في المرحلة الأولى اعتمدناها في الدفعة الثانية للمساعدات المالية الاستثنائية. ونهار 17 ماي إن شاء الله بالنسبة للعائلات المعوزة سيتم صرف 60 دينار أخرى إضافية اللي هي تجي مع العيد الصغير.
ماهر حنين، خلينا نشوف كيفاش تنظروا لهالإجراءات هذية، خاصة منها الاجتماعية اللي تحدث عليها وحاولنا نخصوها اليوم وزير الشؤون الاجتماعية في هذا الظرف الخاص. شوف، هذه إجراءات تعتبر الحد الأدنى باش الناس تبقى قادرة على الحياة، خاصة في شهر رمضان ومصاريف شهر رمضان إلى آخره. إن شاء الله الصعوبات اللي شفناها في المرحلة الفارطة ما تتكررش، توصل مساعدات الناس في أقرب وقت. لكن استراتيجيا راهو المسألة الاجتماعية ما عادش ننظروا لها باعتبارها قضية شفقة، معناتها تضامن أفقي هكا بين الناس بين بعضهم لأسباب دينية أو إنسانية أو أخلاقية أو فلسفية أو نفسية. بعد هذا يصير ويصير ربما في السر ويصير بطريقة تلقائية إلى آخره. المسألة الاجتماعية مسألة بالأساس اقتصادية وسياسية. إيش معناها؟ معناها لابد أن يكون عندنا في المستقبل رؤية، ما هي القطاعات الاستراتيجية اللي لابد أن الدولة تركز عليها باش تولي تشغل الناس وتنتج الثروة. القطاعات الريعية يظهر ما عادش عندنا فيها حتى أفق. اثنين، ما هي أي شراكة ممكنة مع الاتحاد الأوروبي ما نخسروش فيها؟ ثلاثة، ما هو المجال الممكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستقبلا؟ السياسات التقشفية ما يلزمهاش تكون على حساب الصحة والتعليم. ولو كيف يقول الصحة مش معناتها السبيطار، راهي الصحة وراها الماء والصحة الوقائية وإمكانية ممارسة الرياضة والصحة المدرسية. وكيف يقول التعليم، التعليم معناتها من رياض الأطفال إلى الجامعات. إذا كان نحبوا نخلقوا أطباء للسنوات القادمة يقفونا كما يقفون الأطباء توا اللي واقفين الآن، لازم نبنيو عليهم من التو. شوف كلية الطب الآن تلقى 80% 90% من اللي قراوا كلية الطب هما جايين من الجهات المحرومة، لأن المسعد الاجتماعي وقف. واضح. نختم معك حاتم مليكي، إلى أي مدى يمكن أنه الإجراءات هذه والإجراءات أيضا اللي كانت أعلنت عليها رئاسة الحكومة تنجم تخفف من الوطأة هذه؟ أوزر، أو باش نبدو واضحين، معناها أنه الحكومة دخلت تلقى روحها في الكورونا، هذا كما قال حنين سي لو مينيما، أنا أدنى حد. لكن أنا عندي ثلاث ملاحظات في التين. تفضل. الملاحظة الأولى هي حكيت علاش 200 دينار؟ علاش مش 150؟ علاش مش 300؟ اللي حسب بالحسب يحب يفهمني فيها أنا علاش 200 دينار؟ بالضبط الشيفر هذا كوريسبو أكوا 200 دينار. هذيك المنحة اللي طلعت. إي ضعفوها معناها. علاش 200 دينار؟ خاطر أنا لو كان تقول لي نقول لك أقل حاجة تعطيها للعائلات هذوما هو سميك، الأجر الأدنى اللي باش نجم تعيش به عائلة. السؤال الثاني، علاش العائلة اللي عندها خمسة صغار تاخذ 200 دينار واللي عنده صغير واحد ياخذ 200 دينار؟ شفت السياسات العمومية المركزية كي تبدا هكاكا بلانيفي ما تلقاهاش خلفية واضحة اللي نتاع الدولة تتعامل مع انسان مش تتعامل مع ارقام. 260 الف نعطيهم 200 دينار على خاطر الدولة ما حينتش المعطيات. هي صح. اجي نقول لك رانا مشكلنا الكبير انا ما نعرفهمش اصلا العباد هذوما، نتعاملوا معهم كانهم ارقام. 200 دينار نضربهم في 260 الف، جماعة اللي ياخذوا اقل من 130 الف متقاعد باش نعطوهم 200 دينار. علاش 200 دينار؟ اسكو احتياجهم 200 دينار اسكو برشا والا شوي ولا موجود؟ المساله الاخيره حكايه الموبايل بايمنت، رغم ماهوش ابداع تكنولوجي كبير، انا كنت قبل شهرين التالي في مالي يخدموا به في الارياف، في الارياف في مالي يخلصوا الكل بالتليفونات نتاعهم من ساعه كاع غاديين وداخلين عند العطار ويخلصوا ويخرجوا ارواح. الدول الكل راهي تستعمل فيه هذا الخلاص توا بالتليفون موجود عندها. الحاجه الاخرى عندنا ملف راقد عنده توا 3 سنين في وزاره الداخليه يتناقشوا فيه، اللي هو ليدونتيفيون يونيك، معناها بطاقه التعريف اللي فيها كارتا بوس اللي فيها كل المعطيات على الشخص هذاك، الصحيه والمدرسيه وحياته والكل اللي موجود. مشروع بارك هذا توا ما لقينا له حتى حل، ما خرجش منه. هذيك كان نجم يعاوننا برشا في التعرف على الاشخاص الموجودين. يفوكون ريكونيس احصائيين لازمنا نعرفوهم العباد، ندخلوهم للمنظومه، نحطوهم فيش معناها المنظومه، لازم يدخلوا للمنظومه نتاع الدوله في كل القطاعات نتاعهم، الصحه والنقل والخدمات اللي تقدم فيها الدوله، ندخلوهم للمنظومة البنكية. زاد احنا حتى البنوك نتاعنا هذه دعوة ليهم، راهو في العالم حتى فقراء موجودين يخرجوا بالخدمة نتاعو، عنده كارت بنكير نتاعو، عنده توجور ان كونت بنكير اللي موجود، هذاك يخلق له الأمل في العودة للسيركوي العادي اللي موجود، والبنوك ينجم يتعامل معها بشكل عادي. يلزمنا ننظروا لهم كبشر. شكرا لك حاتم ليكي، شكرا لك استاذ ماهر حنين. فقط نذكركم اللي في الاثناء كلمه وخطاب لرئيس الجمهوريه قيس سعيد يخاطب فيه الشعب التونسي بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، تصوموا بصحه البدن. احنا ان شاء الله غونديفونا في استراحه قصيره للفريق، نرجعوا لكم بعد العيد ان شاء الله واخر المستجدات الوطنيه والدوليه. شكرا لك ناجي، شكرا برهان، ملتقانا بعد رمضان. شكرا ايضا حبيب وعجيل، ايضا ملتقانا بعد رمضان. شكرا لكم على حسن المتابعه، الى اللقاء. صباح الخير ناس الكل.